أخوة أصحاب الفضيلة العلماء، إننا نثق بأنكم أحرص الناس في الالتزام بما يفرضه الدين الإسلامي الحنيف، وبخاصة الدعوة والحث على تنمية روح الإخاء والمحبة وإشاعة أجواء الإيثار والمودة والألفة بين المسلمين وتجنب الاختلاف والتناحر والشقاق، والالتزام بمبدأ إصلاح ذات البين الذي هو من أعظم الأعمال التي ينال بها المسلم عظيم الأجر وجزيل الثواب. ومن جهتنا وبناء على هذه المبادئ والقيم، فقد سعينا وما زلنا إلى إعلاء قيم الحوار والتعايش والتناصح، وقدمنا قيم التناصح والعفو على الدوام، ولم نترك دربا يفضي إلى حقن الدماء إلا وسلكناه، ولم ندخر جهدا في سبيل الوصول بالوطن إلى بر الأمان والحفاظ على أمن الوطن واستقراره ووحدته وتماسك جبهته الداخلية وعلى السكينة العامة والسلم الاجتماعي إلا بذلناه، وقد جددنا الدعوة للسير قدوا وبخطى مشتركة من أجل الحوار، وأكدنا على الانتقال السلمي للسلطة عبر صناطيق الاقتراع مرارا وتكرارا، باعتبار أن الشعب هو وحده مناط التغيير. ونحن اليوم نكرر، نحن ملتزمون بالمبادرة الخليجية لتنفيذها كما هي والتوقيع عليها من قبل نائب رئيس الجمهورية الفريق عبد الرب منصور هادي الذي فوضناه بموجب القرار الجمهوري، وإن القرار سار المفعول وهو مفوض لإجراء الحوار والتوقيع على المبادرة وآلياتها التنفيذية للخروج بالوطن من هذا المأزق الخطير. ولنتجه جميعا نحو الحوار والتفاهم والتبادل السلمي للسلطة عبر صناطيق الاقتراع وانتخابات رئاسية مبكرة، وزدنا على ما جاء في المبادرة الخليجية أن تكون انتخابات كاملة رئاسية وبرلمانية ومحلية إذا تم التفاهم حولها، ما لم فنحن ملتزمون بما جاء في هذه المبادرة.